السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي شهوات ووصفات ام هبه. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله وصفه رائعه، مقشر طبيعي للبشره، وصفه رائعه تزيل الجلد الميت وتشد البشره وتنقي البشره من جميع الشوائب. نحتاج الى عندي هنايا فريزه، عندي هنايا معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وعندي معلقه صغيره ديال زيت الزيتون. بسم الله، دابا غنبدا ندعك هاد الفريزه بحال هكا الفورشيت على هاد الطريقه بحال هكا. بعد ما دعكت الفريزه ديالي حتى ولات بحال هكايا، دابا غنزيد عليها معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وغنزيد عليها معلقه صغيره ديال زيت الزيتون. هاد الوصفه زوينه ورائعه للبشره، كتنقي لنا البشره وفيها فوائد كثيره للبشره. قبل ما نديروا هاد الوصفه كنغسلوا الوجه ديالنا مزيان وكننشفوه، وكنديروا عليه هاد الوصفه على هاد الطريقه بحال هكا، على هاد الطريقه بحال هكايا. كنخليوه على الوجه ديالنا لمده 10 دقائق، بعد ما كينشف لينا داك الماسك كنديروا ليه حركات دائريه بحال هكايا على هاد الطريقه بحال هكا، باش يحيد لينا كله داك، باش يتقل علينا داك الجلد الميت بحال ما هكا. كنديروا ليه مقشر على هاد الطريقه، كنديروا ليه حركات دائريه باش كنقلعوا داك الجلد الميت اللي كيكون في البشره ديالنا على هاد الطريقه بحال هكا. كنديروا ليه على هاد الطريقه بحال هكا حركه دائريه باش كنحيدوا داك الجلد الميت اللي كيكون في الوجه ديالنا، ومن بعد كنغسل الوجه ديالنا. طريقه استعمال هاد الوصفه كنديرها جوج ديال المرات في الاسبوع. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه ديال اليوم. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ديروا ليا لايك واشتركوا في القناه اللي باقي ما مشتركش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.